السؤال اليوم نعرفوا انه الطريق سيد سكر معناتها حتى عمليا وحتى على الميدان سيد مسكر الطريق. شنو هو الحل في الاثناء؟ نعرفوا المشاريع هذه تتطلب وقت. لا ما فهمش طريق، ما فهمش طريق يتسكر خلاص اليوم. الإنسانية شنو الحل الآن المطروح عندكم؟ الإنسانية، الإنسانية تلقى ديما الحلول مشاكلها ما دامنا موجودين في كائنات اجتماعية مفكرة وعندنا نخب وعندنا خبراء وعندنا الناس عندهم الإرادة السياسية والإرادة الوطنية نجموا نلقوا حلول. وقتاش ما نلقوش حلول؟ وقت اللي نخبتنا السياسية شادة في الهامش في الفواصل، شادة في ما لا يعني الناس، وشادة في العرك على المواقع، وتحب تحكم ودون أن تجد حلولا بواسطة حكمها لمشاكل الناس. كل شيء قبل إلا اللهفة على الحكم، إلا منطق الغنيمة دائرة ما عندوش حل. واضح. حل هو أنه الشعب يفرز وأنه يرجع الأمانة وأنه ما عادش يقبل ناس منتخبين يخدموا في مصالحهم وما يخدموش مصالح الشعب. كي نقولوا الكمور والفوسفات أمن قومي كيما شبهنا.